طبعا انت عارف شهر رمضان ده ليه يعني طقوس معينه طول عمرنا في مصر. احنا طبعا بنستقبل شهر رمضان بصلاه، طبعا في صلاه تراويح معموله في الجامعين اللي عندنا في المقر بشيوخ الناس كلها طالباها، وان شاء الله بامر الله في بطوله دوره رمضانيه معموله لاعضاء النادي لجميع الاعمار، اول عمر 2007 و2008 لغايه فوق السن، وطبعا هي بتتقسم عشان الاعمار تلعب متناسقه مع بعضها. في احتفالات عاملينه في ارجاء النادي، في تخت شرقي هيشتغل كل يوم في النادي بالليل، في بعض المنافذ عندنا انا بشكرهم طبعا بالمناسبه عاملين وجبات افطار ووجبات سحور، دي هتتعمل ان شاء الله يوميا باسعار مميزه جدا للعضو غير الاسعار اللي هو شغال بيها اصلا، عاملين خصم خاص لاعضاء النادي الاهلي خلال شهر رمضان.